Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا حمدنا وخطأنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا يا رحمن ويا رحيم. أنت مولانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءاتنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وتقبل أعمالنا ودعاءنا. اللهم لا تجعلنا من الخائبين. اللهم لا تجعلنا من الخائبين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب وآفات اللسان. اللهم طهرنا من أمراض القلوب، من الشرك والرياء، من الشرك والرياء والحسد والنميمة والغيبة.
الطيبة يا رحمن. اللهم ارزقنا دواء القلوب، اللهم ارزقنا دواء القلوب من إخلاص وعبادة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا كريم ويا رحمن. أنت مولانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا، إننا نستغيث بك يا رحمن، أن تجعلنا من أهل دينك يا رحمن، وأن تجعلنا من أهل صراطك المستقيم، واهدنا مع الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات يا رحمن ويا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والنار. اللهم ارحمنا يا رحمن. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وارحمنا برحمتك يا رحيم. أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله. اللهم وفقنا الخير كله. اللهم وفقنا الخير كله يا كريم. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين وشيوخنا وشيوخ المسلمين، واحفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وارفع كلمتهم، ووحد صفوفهم، واقوي شوكتهم، واجعلهم آمنين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا
إلا وفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا كريم ويا رحمن. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.